السرقة على حساب الوطن مشروع يحييه كورونا ليس غريبا، فالفيروس الذي من السهل أن يجد له مرتعا في العراق. أريد أتأكد من اللي أنت تقول. المشكلة هسه راح أجيب لك الوصولات. سعره أقل من هذا بهواية. مو ذنب مو ذنب. وأنا ما أحكي لك اختصاص، أنا أحكي لك من خلال. لا سيدي 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 سيدي. الذنب الذنب مو ذنبنا، ذنب المستورد. هو عنده بالمخازن كان بعشرة سواب 20، أنا شنو ذنبي؟ بس أريد من عندك ما يثبت أنت مشتري بهذا السعر. بعيني. لأن عدوى الإصابة بالفساد قد تأتي على شكل استغلال المواطن فيما يحتاجه لحماية صحته ووقايته من انتشار الوباء الخطير. انت لا تستنقالي الشغلة استنقال. الكمامة هسه دقيقة، خلنا حاسبك مثل ما تحاسبني. الكمامة 20، انا هسه ابيع لك ب$8.5 كميات، وابيع لك ب9 كمامة. هاي الكمامة تربية كانت هسه تطلع من الصين ب$8. لا حاسبني، خلنا حاسبك، لا تحاسبني على وحدة. جريمة بالصوت والصورة توثقها كاميرا التغيير في قطاع الأدوية والمعقمات الطبية التي انتشر سوقها في زمن كورونا. نتابع موضوع احتكار المواد الصحية واستغلال شحتها بالسوق من قبل البعض برفع الأسعار، وأيضا حالات الغش والتقليد، وتمكنت مديريتنا ومفارزنا اللي خارجة للواجب من ضبط بعض المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم تحت إشراف القضاء. الرقابة الحثيثة على ما يتعرض له المواطن من عملية استغلال كبير في وقت أمس ما يجب تطبيقه هو التكافل الاجتماعي والرقابة على تسعيرة المواد الطبية وإمكانية توفرها في كافة المناطق وبكافة الفئات.